لله الحمد لله. ما رأيت أشهى من قصعة الخليفة. ولكنك نسيت حصانك. وهل يدخل مولاي مطبخه على صهوة حصانه؟ أتعتقد يا أبا وهب أن هذه التي أرفعها بيدي حصانا؟ أتشك أن هذه التي في يدك ليست حصانا؟ ألا تذكر يوما أنك كنت عالما فقيها؟ وكان الناس يجتمعون حولك من كل حدب وصوب ويستمعون إليك بشغف ومحبة. أظنني في موقف حرج، إنني على يقين من أن الرشيد بدأ يشك بي. لن ينقذك إلا عقلك وحكمتك يا أبا وهب. أبا وهب، ما بك تلتزم الصمت؟ سألتك أفلا تجيب؟ كيف أجيب دون تفكير؟ طلبت مني أن أتذكر فتذكرت. وماذا تذكرت؟ تذكرت أنه كان يتحلق حولي قليل من الناس وكثير من الأنعام، وفجأة وجدت هذا الحصان فامتطيته وخرجت عنهم. لا أدري كيف أميز حقيقتك عن غيك. سآتي بكتاب الله. أتقسم عليه أنك صادق فيما تقول؟ أقسم. ما الذي في يدك يا مسرور؟ قصعة الطعام لا زالت مليئة كما هي. ألم يأكل منها؟ من موسى بن جعفر هذا لا يأكل ولا يشرب إلا لماما؟ قد شغلته العبادة عن كل شيء. ما نزلت إلى سجنه مرة لأطعمه إلا ووجدته راكعا أو قائما، فأضع القصعة ثم أقفل راجعا، ثم أعود إليه مرة ثانية بقصعة جديدة فأرى القصعة القديمة كما وضعته. أمتأكد أنك تفعل ما آمرك به يا مسرور؟ أنفذ أوامر سيدي بحذافيري. اذهب وضع القصعة بجانبه ثم تفقدها مساء ثانية. أمرك سيدي. لعن الله الوسواس الخناس، ما هذه الأفكار؟ ما بال طالع الشؤم الذي لا يفارقني هذه الأيام؟ فجأة أخبار سيدي موسى بن جعفر، كأنما اختفى من داره. أيكون في سجن الخليفة وأنا غافل عن هذا الأمر؟ ما وراك يا مسرور؟ سجينك. من؟ موسى بن جعفر. ما به؟ مات في السجن. متى؟ منذ هنية. هل تأكدت من ذلك؟
طبعا. حدث خطير فعلا، اكتم الخبر ولو عن خاصتي. امر مولاي. الآن استرحت، ولا من كان يقض مرجعي ويؤرق جفوني. إلى اللقاء، إلى اللقاء يا إمامي يا موسى بن جعفر. موعدنا الجنة إن شاء الله. اللهم العن ظالمه وقاتله. ويحك يا وهب، أكان إمامك قامعا في غياهب السجن في أسفل القصر وأنت لا تدري؟ تبا لقدمي اللتين قادتاني إلى هناك ولم أدري، تبا لسمعي وبصري حين خاناني فلم أعلم وجوده. كفاك حزنا يا وهب، الفقير ينتظر عونك، المظلوم يستغيث بك لتنصره. توكلت على الله، توكلت على الله. نعم إنني أنادي. إلى أين تذهب في مثل هذا الوقت والطقس حار؟ إلى الصحراء. أوف، الصحراء، الصحراء دفعة واحدة بل على دفعات. يا جنيد، هل الذهاب إلى الصحراء يستوجب القضاء؟ القضاء لا يسري على المجانين يا أبا وهب. الحمد لله الذي أعفاك من هذه الورطة. هيا أبا وهب، أما قررت بعد تخطيط مدينة للمجانين هناك؟ حين أقرر ذلك ستكون أول النازلين فيها. السلام عليكم. وعليكم السلام. أين كنت يا أبا وهب؟ انقطعت عنا أياما. كنت في داري. ما كنت تفعل في دارك؟ لم تجبني يا أبا وهب، ما كنت تفعل في دارك؟ مريض انتظر الشفاء. وما دواؤك؟ ها؟ ما يتداوى به الخليفة. إذا اذهب إلى مطبخي واختر ما تشاء. الطعام دواء الضعفاء. إذا ما طعام الأقوياء؟ الحكمة. وما حكمتك؟ حصان أمتطيه ولا يعتدي علي أحد. أيها القاضي جنيد، ما الذي تحمله في هذا الصندوق؟ دجاجتين. كنت في الصباح تحمل كتبا. رأيت يا سبحان الله كيف تتحول الكتب إلى دجاج. بل قل يا سبحان الله كيف يتحول الأحمق قاضيا. Thank you.
بلغني عنك يا جنيد ما لا يسر القلب ولا يقر العين. وما بلغ الخليفة عني؟ بلغني أنك تؤثر خاصتك في أحكامك وتمالئ أعوانك وتقضي فيما ينافي العدل والمنطق وتستغل كل هذا لقرابتك من وزيرنا ابن الربيع. أقوال وشاة وغيرة حساد يا مولاي. لا أظن ذلك. لقد نقل لي من الكلام ما يدفعني إلى سجنك. مولاي الرشيد، أدام الله عزك ورفع مقامك وسد. كفاك هذا، قل ما عندك. مولاي الرشيد، ما تعودت إلا أن أحكم بكتاب الله وسنة نبيه ونهج خليفة المسلمين سيدنا الرشيد أدامه الله. اعلم يا مولاي أن أبا وهب يمقتني لما يقوم به من أعمال بين الناس تسيء للعامة وللخليفة على حد سواء، وهو الذي وشى بي إليك. وهل صدق أبو وهب فيما ادعاه أم كذب؟ كذب بكذب يا مولاي. سل صاحب شرطتك، إنه يتملق كما يتملق على قصبته. أو تظن يا جنيد أن أبا وهب يتملق علي وعلى الناس أجمعين؟ أكاد أكون على يقين أن أبا وهب يتخذ من قصبته ستارا لعدائه لكم يا سيدي. إنه يساعد أعداءكم خفية يا مولاي. أريد بينة على ما تقوله. أنا آتيك بها يا مولاي. هذا ما يسرني، انصرف الآن. أمر مولاي. ولكن اعلم يا جنيد أن قضيتك لم تنتهي بعد. سأتحرى عما فعلته وتفعله في دار القضاء. كان من الأجدى بك أن تركب هاتين النعشتين على ظهر حصانك من أن تقودها أمامك. كما هو من الأجدى أن تدس عمامة القضاء في فمك بدلا من أن تضعها على رأسك. قسما قسما يا أبا وهب، سأجعلك ذات يوم في السجن. إذن اجعل في سجنك فسحة لحصاني. وتحسب هذه القصبة حصانا؟ ألاعبك لم تعد تنطلي على أحد. ما بال الجميع يتهامسون علي وباتوا يشكون في أمري. أبا وهب، ما بك سكتت كأن على رأسك الطير؟ أم أنني أصبت الهدف؟ إن لم تفسح لي الطريق سأدوسك بحصاني هذا. لن يفلح حصانك هذه المرة. شكوتني للخليفة فشكوتك إليه، ولن تكون المنتصر هذه المرة يا أبا وهب.